حالة فوضى كبيرة تحدث في منفذ الشلامجة مع الحدود الإيرانية. الفوضى في الجانب الإيراني حصلت بعد وضع حواجز حديدية لعرقلة مرور المسافرين وبضائعهم. يلا تفضل. منفذ الشلام في الصفحة الإيرانية ساتين بيبان، مسوين بيبان حديد. شوف الناس شلون تعبر. اللي يجيب له جنطة يبتدي على عمره، اللي يجيب له سلعة يبتدي على عمره. تفضل. في الساعة 12 إيران. 12 إيران، توقيت إيران الساعة 12 بالليل. تفضل. هاي الحدود. يلا. سوين بيبان مثل بيبان السجن. شيل غراضه بتعبر شلون. تفضل. كانك لاجئ. يلا. شوف الناس شلون يعبرون غراضهم. يلا. وهاي غراض كلها تنتظر نختم الجواز حتى نعبر غراضنا. يلا تفضل. هاي كلها والعمال هنا الايرانيين ينتظرون.